على خبر يعني مش صادم الحقيقة ولا جديد. يعني طبعا بالأمس أجرى أمير دويلة قطر اتصالا هاتفيا بالدكتاتور التركي أردوغان، تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل لدعم العلاقات وشهر العسل ما بينهم. كما أيدت قطر طبعا على لسان وزير دفاعها الغزو التركي على سوريا. طبعا الصورة يعني تتحدث عن نفسها. أنا بقى رأيي إن الأستاذ السفير أحمد أبو الغيط سيادة الوزير يعني يطرد قطر، وكل الدول العربية تطرد قطر من الجامعة. هدي اللي تمشي بالجامعة العربية اللي بتأيد غزو دولة عربية أخرى والاعتداء عليها. وأنا عندي ثقة مانيش عارفة جايلي منين إن أردوغان هيتدغدغ، وبيقولي لي يعني هيتدغدغ اليوم، لأنه عامل حاجة ضد كل القوانين وضد كل الأعراف وضد كل منطق. مش معقول الفكرة. يعني أنا ما شفتهاش قبل كده أستاذة فريدة. يعني دايما أما بنشوف إن أكبر دولة كانت بتقتل أو بتبرر يعني أو بتشرع لنفسها أطماحها في المنطقة، كانت ما بتدعيش الكذب ده بشكل أو بآخر. يعني هي بتبقى معترفة إن أنا بعمل ده عشان أنا بعمل مخطط لدولتي أو حدودي أو الكلام ده كله. وحتى في نفس الوقت ما بتيجي تعترف بتبقى بتعترف إن أنا بعمل ده عشان كذا. لكن أنت بتكابر في إيه؟ بتكابر في فكرة القتل، بتكابر في فكرة إن دي حقوق إنسانية أنت ما بتحترمهاش لدولة زي دولة سوريا بشكل أو بآخر. طب أنت مش خايف في لحظة إن فعلا ممكن يعني ربنا يعني يحول الأمور لأمور تانية خالص، وفعلا في لحظة انت ما تكونش موجود تماما على الخريطة؟ طب انت ساعتها يلي بتدعي الدين وبتدعي الصلاة اللي انت بتتكلم والوضوء. فيها، انت مش خايف في يوم الايام يعني تقابل ربنا فتيجي بقى يعني كشف الحساب زي ما بنقوله كده، اللي انت بتدعي الدين واخده كده زي شكل او حاجة او كوبري اذا صح الوصف والتعبير بالزبط. عشان تبرر وتشرع افعالك الدنيئة بالزبط. الفكرة دي ايه؟ يعني خلل نفسي، لو خلل نفسي، لو فعلا في دكتور نفسي قال ان هو الراجل ده عنده مشكله نفسيه ساعتها هيكون في تبرير. لكن انت بتتكلم في ايه؟ ده مخطط. ده هم مطلوب منهم يظهروا بصوره اتقياء و اطهار وكل اللي انت عايزاه. عشان كده انا دايما بشك في اللي بيتظاهر، يعني اللي يوريني مثلا، يعني مثلا حتى على ابسط حاجه ان حد يبقى يقول لك لا مستغفر الله العظيم واصل كذا يا سيدي. مش كده، مش كده. يعني خلينا يعني الدين يسر لا عسر. الدين يسر، وبعدين دي حاجات جديده، دي جايه مع المخطط السياسي الناعم جدا الخبيث المخطط جدا. اللي يجيلك باسم الدين.